بحب النسكافيه وحلويات النسكافيه، خصوصا الحلويات الباردة. هلا وقتها بالشوب والصيف لازم تكون موجودة معنا بكل الجمعات. اليوم عملت معاكم حلو هيك سهل سريع، بين اللي بتحسوا بيه الايس كريم وبين الحلويات. اول شي بدي قهوة سريعة الذوبان، حطيت منها معلقة كبيرة مع 3/4 كوب مي دافية. بعدها حنغطس بسكوت اللي بتحبوه، ممكن بسكوت شاي، انا استخدمت بسكوت كوفي جوي عشان في طعم القهوة. بعدين عندي للخلطة البيضة حطيت علبتين قشطة وعليهم ظرف دريم ويب وعليهم 3/4 كوب حليب مكثف محلى. بعدين حطيت عليهم برضو 3/4 أو نص كوب حليب بارد يكون كتير، وحطيت شوي من خليط النسكافيه اللي هو غطست فيه الحليب، او انتم ممكن تحطوا نص معلقة من النسكافيه العادي اللي هو الحبيبات. بعدين هنا خفقتهم منيح حتى صار عندي هذا القوام الكريمي، وحطيت اول طبقة. انا حطيت من البسكوت طبقتين، انتم ممكن تستخدموا طبقة او طبقتين، بس لانه البسكوت هذا بيجي كتير رفيع، اذا بسكوت الشاي لا اكتفوا بطبقة واحدة. بعدين عملت الطبقة الثانية ورشيت الوجه بعد ما ضبطته طبعا شوي بالنسكافيه الحبيبات هيك، ودخلتها الثلاجة حتى تبرد تماما. اقل شيء بدها 3 ساعات أو 4 ساعات، كتير بشهي، من اسكى الحلويات اللي ممكن تعملوها بالصيف، سهلة سريعة خفيفة. وطعم النسكافيه بتقدروا انتوا تكتروه او تقللوه حسب كميه النسكافيه اللي بتحطوها بالخليط، يعني انا زدت كمان نص معلقه، انتوا حسب شو بتحبوا. وصحتين وهنا، يا رب جربوه واحكوا لي رايكم، ولازم يكون بجمعاتكم الجاي. صحه وهنا.